جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة أيضا فضيلة الشيخ، أسأل عن اسم المنعم، هل هذا من أسماء الله أم لا؟ فهناك امرأة لها ولد سمته عبد المنعم وتناديه منعم، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ المنعم هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإذا سمي به شخص فيقال عبد المنعم ولا يقال منعم، يقال عبد المنعم وتاب اسمه الكامل. نعم.